كما ذكرت في الفيديوهات السابقة، موقع إتسي شديد التعامل مع التجار التي لا تنصاع لسياسة وقوانين الموقع. الكثير من التجار تواصلت معي تشتكي من حظر حسابهم على موقع إتسي، وفي هذا الفيديو سأعرفكم على 5 عوامل لتعليق حسابكم على موقع إتسي. مرحبا، أنا رضا عازم، خبير في مجال التجارة الإلكترونية. كما ذكرت في عدة فيديوهات، موقع إتسي مختص ببيع منتجات أشغال يدوية، منتجات هاند ميد. الكثير من التجار تسجل على الموقع ولا تعرف ذلك، وتبدأ عمل دروب شيبينج على موقع إتسي، وبالتالي سيتم حظر الحساب في الحال. على موقع إتسي يوجد روبوتات تبحث باستمرار عن منتجات دروب شيبينج على الموقع من خلال العنوان، الصور، ووصف المنتج، وتقارنها مع منصات أخرى مثل موقع علي إكسبرس أو المواقع الصينية الأخرى. لذلك لا تحاولوا عمل دروب شيبينج على موقع إتسي لأنه سيتم حظر حسابكم. العامل الثاني هو بيع ماركات عالمية. منتجات تجارية هي ليست منتجات أشغال يدوية. موقع إتسي يعلق الحسابات التي تبيع منتجات لماركات عالمية معروفة، وممكن استرجاع الحساب من خلال التواصل مع موقع إتسي ووعدهم أنكم لن تعلنوا منتجات أخرى، فحاولوا أن تتواصلوا مع الموقع لتسترجعوا حسابكم. أما إذا المنتج دروب شيبينج فمن الصعب استرجاع الحساب، هذا للأسف أيضا. العامل الثالث، عدد الريفيو السلبية بفترة قصيرة. بحالة حصولك على عدد كبير من الريفيوز بفترة قصيرة جدا، أغلب الاحتمالات إتسي سيعلق حسابك، وإتسي يشدد على جودة المنتجات التي تباع على موقعه، ويبعد التجار التي تتلاعب بجودة المنتج أو تتلاعب بوصف المنتج وماذا بالفعل تبعث أو تشحن للمشتري. العامل الرابع، شكاوي متعددة من قبل المشترين. موضوع خدمة الزبائن مهم جدا على موقع إتسي. بحالة حصول على عدد كبير من الشكاوي على حسابك في موقع إتسي، موقع إتسي سيحظر الحساب بعد فترة. لذلك احرصوا على توفير خدمة زبائن مهنية على الموقع. العامل الخامس، التأخير بدفع الرسوم الشهرية. موقع إتسي يعلق الحسابات التي تتأخر بدفع الرسوم الشهرية باستمرار، لذلك ادفع الرسوم بالوقت ولا تتأخر. العامل السادس، عدم توفير متطلبات إتسي لتوثيق متجركم. بعد تسجيلكم على موقع إتسي، إتسي سيطلب منكم صور لمكان عملكم أو لمكان الورشة. اعلموا أن إتسي إذا طلب منكم مستندات توثيق أو صور لمكان عملكم، هذا يدل على أنه لديه شك في عملكم، وستكون المرحلة الأولى لحظر حسابكم. أيضا إذا لاحظتم قلة ظهور منتجاتكم في نتائج البحث وقلة الحركة على متجركم، هذا يدل أن إتسي يستعد لطلب توثيق متجرك أو حتى تعليقه. لا تحاولوا التلاعب بسياسة موقع إتسي، وأنا متأكد متجركم سيكون بأمان. أيضا لا تنسوا الاشتراك في قناة الأكاديمية لمتابعة آخر أخبار الأكاديمية، والضغط لايك على الفيديو. بالنجاح للجميع.